Mais donc, ليلى وش هزت لك؟ ما هزتناش الذهب والفلوس. انت اعطيناها حاجه ليلى. نحن لو هذين العباد تهز بيديها وتعطي. بلايستي وخاي وقالوا لي نهار الفانتان كجمع الشهر هذا باش ناخذ بلايستي. مشيت قلت البارح انا قالوا لي امورنا عاديه وامورنا قانونيه وانتم جماعه التابلو يا مدام تو يجيكم الفانتان ميساج تجيو تاخذوا فلوس. ما عندك حد شيء وما تخاف من حد شيء. هاني روحت هاني سمعت اليوم بالمصيبه اللي هو هرب من البيت. باهي. عشان مش نحكي واش باش نقولوا خاي ويدير فلوس بيدينا وعملناها العام دخلنا عليه لو خاطر ولو كل جمهورية وقلنا له سيد وطاي يعطي فينا في فلوسنا ومروات مش باش نزيدك وليد عام فلوس مزيفة نخزوهم كي خرجوا فيها لو ليه فهو هاي فلوس مزيفة خرجوا فيها من دار بينا واحدة من الناس اخت 34 مليون